لمناقشة ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق لبيان موقف الهيئة من الأحداث في العراق بعد الانتخابات. ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. يعني في ظل الرفض الشعبي للعملية السياسية أكدته ثورة تشرين وبدافع التغيير، لكن هذه الانتخابات يعني أقيمت. السؤال المطروح هنا، هل هذه هي الانتخابات والوجوه التي أرادها ثوار تشرين دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد ليست هذه الانتخابات ولا أي وجه من هذه الوجوه هي ما طلبته هذه الجماهير التي خرجت ضد هذا النظام بأجمعه. والمعروف أن الشعارات معلنة والتي أرادتها هذه الجماهير الشبابية في تشرين وفي ساحات التغيير وساحات المظاهرات ومنذ قبل تشرين حتى منذ بداية الاحتلال إلى الآن، هذه الجماهير الشبابية وغيرها من القوى الرافضة للاحتلال هي رفضت العملية السياسية بهذه الآليات وبهذه الأدوات وبهذه القوانين. ولذلك حاول هؤلاء أصحاب هذه العملية حاولوا الالتفاف، معتقدين أنه بمثل هذا القرار يعني ربما يعني يتحايلون على من هذه المطالب ويستميلون جزءا منها ويقولون أو يدعون أنهم يلبون هذه المطالب بهذه الانتخابات التي سموها انتخابات مبكرة، ولكنها حقيقة هي جاءت بذات الوجوه مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على حقيقة واقع مأساوي يعيشه العراقيون منذ 2003 حتى الآن. دكتور عبد الحميد، هذا الرفض الشعبي ترشع عنه مقاطعة، بلغت نسبة المقاطعة بحسب أياد علاوي 12% و15% على أحسن تقدير بحسب ما جاء على لسان الدكتور مثنى الضاري، لكن ما الرسالة التي أرادها العراقيون من خلال هذه المقاطعة؟ نعم، قصدك المشاركة كانت 12% و15%، أما المقاطعة فهي ما بقي من أبناء الشعب العراقي الذين قاطعوها ليس تكاسلا ولا إهمالا، وإنما تعمدا مثل الانتخابات الماضية. بل هذه المرة رأينا أن دعوات المقاطعة كان صوتها مرتفعا جدا، وقترنت هذه المقاطعة بالسبب، بيان السبب، ليس كما قلنا ليس تكاسلا وهربا فقط ولا مبالاة، وإنما لأنهم شخصوا بدقة أن هذه العملية برمتها لا تصلح، لا يمكن أن تصلح من خلال قانونها ذاتها. لا يمكن أنه نبني على الفساد ما يدعى بأنه إصلاح. فهنا الثورة والرفض الشعبي والمقاطعة جاءت للتدليل على أنه الاعتراض ليس على بعض الأشخاص ولا على بعض الأداء كما يحاول البعض أن يصور، وإنما الاعتراض على العملية من برمتها وعلى جذورها. وهذا التصاعد في الفهم والتنامي في الوعي، التنامي في الوعي والتي نتج عن هذه المقاطعة هي ذات ما كانت تنادي به القوى الوطنية ومنها هيئة علماء المسلمين منذ الأيام الأولى للاحتلال، وشخصت هذا الواقع وشخصت البديل بأنه لا بد من اقتلاع هذه العملية من جذورها، ولا يمكن أن يكون هنالك إصلاحا كما يسمى بالترقيع والبناء على الفاسد. دكتور عبد الحميد، من وجهة نظركم يعني كيف تنظر الولايات المتحدة إلى تلك الديمقراطية التي بشرت بها بعد عام 2003 وما ترشح عنها من استحقاقات، وهي تدوير نفس الوجوه الموالية لإيران؟ أليس من المفروض للولايات المتحدة أن تعيد حسابها في العراق؟ يعني بات معلوما لدينا ولدى أبناء الشعب العراقي أن أمريكا تتعامل على أرض الواقع بخلاف جميع هذه الشعارات التي رفعتها. فالديمقراطية أو التي يعني هي يقصدون بها الحرية هذه لمست لها وجود في العراق بتاتا نهائيا، فلم تأتي بأمريكا لا بحرية ولا بأمان ولا برقاء ولا بغير ذلك. أمريكا جاءت بمشروع حقيقة هو تدمير العراق، وهذه الشعارات التي ترفع هي فقط كما يقال استهلاك وترويج لأنفسهم فقط وخداع الرأي العام
وربما يقصدون الرأي العام عندهم وليس عندنا، لأنه لا يهمهم. فقد قامت مشاريعهم الاحتلال، مشاريع الاحتلال المتعددة الأوجه، كلها بتدمير العراقي والاعتداء والانتهاكات، سواء كانت على مستوى الدماء أو الأعراض أو الحرية وأخيرا الأموال وغيره. فحقيقة أمرهم هو التدمير، أما إعادة الوجوه لأن هذه هي هذه الوجوه التي يستعيدونها ويشترونها، هي التي تنفذ لهم مشروعهم، وهم أدوات لهذا المشروع ومعاول هدم التي يريدونها في العراق. دكتور، بالحديث عن إيران والأحزاب الموالية لها، هناك من يرى أن موضوع هزيمة الميليشيات في هذه الانتخابات مدلولها أبعد من انهيار شعبية الحشد، لكن ألا ترى أن المقاطعة من ناحية وسقوط الميليشيات في هذه الانتخابات من ناحية أخرى هو بمثابة سقوط للمشروع الإيراني في العراق؟ تعتقد ذلك دكتور؟ هي المقاطعة إسقاط للمشروع الإيراني، لكن هنا لابد من تصحيح شيء مهم، وهو تراجع نسبة بعض عناوين الميليشيات اللي هي الحشد الشعبي. لا يعني أن هنالك أن هذا التراجع كان لحساب قوى وطنية، وإنما تراجع الحشد الشعبي كان لصالح ميليشيات أخرى ثانية. فالأمر لم يعني ليس تراجعا لهذا لحساب أصلح منه، وإنما تراجع فاسد لحساب فاسد آخر. فالذين موجودون اليوم الذين تصارعوا وتنافسوا على هذه المقاعد هم متفقون في الأساس في تدمير العراقي، وهم المعول الذي ساهم بالمآسي التي حلت على العراقيين. يعني الجهات التي فازت اليوم بالانتخابات وحصلت على مقاعد أكثر من السابق، هي ليس معناها أنها ستأتي بالخير للعراقيين، بل هي كما جربها العراقيون طيلة السنوات الماضية، وهي ليست جديدة بالمناسبة. هي هذه الوجوه وهذه الكتل هي التي ساهمت في تدمير العراقيين وفي ترسيخ الفساد والانتهاكات. ميليشيات معلنة لكن براية أخرى، والمشروع الإيراني متعدد الأوجه ومتعدد الأقنعة التي يلبسها هؤلاء. وهو المشروع الإيراني لا يعتمد أيضا على راية واحدة وعلى كتلة واحدة. فهذا إذن هو نقول المقاطعة هي التي تحقق ما نقول عنه تراجع المشروع الإيراني. أما فوز هذه الكتلة وتراجع هذه الكتلة ليس معنى ذلك تراجعا للمشروع الإيراني. فالتراجع الحقيقي والنصر الحقيقي للشعب بهذه المقاطعة وبإزالة هذه العملية السياسية برمتها، حينئذ نقول بداية طريق المشروع الوطني العراقي. ولكن دكتور، هل تعتقد أن إيران ستسكت عن هذه الهزيمة المذلة للميليشيات، حيث أنها كما تعرفون يعني أنفقت عليها الكثير؟ حتى صرح نائب رئيس البرلمان الإيراني منذ عدة سنوات وقال إن بلاده تحكم 4 عواصم عربية. كيف يمكن هنا أن نتوقع الرد من قبل إيران؟ كما قلت قبل قليل، هي ليست الميليشيات التي تراجعت، الميليشيات لا تزال موجودة، الذي تراجع بعض عناوينها. وهذه العناوين التي هي تدعي أنها هي ممثلة لإيران في العراق، والميليشيات الثانية التي فازت ليست بعيدة عن المشروع الإيراني ولا معادية للمشروع الإيراني. جميع هذه الكتل، بل حتى التي هي من مناطق يعني تحتسب طائفيا على أنها ليست من الموالين لإيران، هي الجميع هؤلاء يدهم بيد إيران، وهم مع يعني أدوات بيدها وتحركهم كيف ما تشاء. إيران من خبث لعبها في العراق وأساليبها أنها مدت الجسور مع الجميع، ولذلك هي تناور بهذا على حساب هذا. وإن تراجع هذا الوجه فلها أذرع أخرى ووجوه أخرى تناور بها وتستخدمهم هنا وهناك. دكتور، حراك عناصر الميليشيات في الشارع، وأيضا هناك تهديد واضح بالفوضى وزعزعة استقرار العراق، لكن هل بالمستقبل نتوقع صداما مسلحا بين هلالين، بين تيار الصدري من جهة والفتح ودولة القانون من جهة أخرى؟ الصدام والموجود بينهم يعني منذ زمن، وهؤلاء كما عبر واقعهم
انهم يقدمون مصالحهم على حساب كل مصلحه وكل مبدا اخر، فهم مصلحتهم اولا حتى مقدمه على ما يسمى المذهب والعقيده التي يعني يجاهرون احيانا انهم جاءوا للدفاع عنها، فضلا عن انه قدموا هذه المصالح الشخصيه والحزبيه على مصلحه العراقي والعراقيين. لذلك لا يستبعد مثل هذا الصدام، لكن نعتقد ان الناظم لمثل هذه الميليشيات المتعدده، الميليشيات الحشد وميليشيات التيار الصدري، كلها ميليشيات، هنالك ناظم يحاول انه يضبط كما يسمى او يعبر عنه يضبط الايقاع بين هؤلاء، فان تصادموا فان تصادمهم هو يكون لحسابات جزئيه وليس اقصاء وانهاء من الساحه، فهؤلاء يتنافسون لتحقيق منصب هنا أو منصب هناك وعقد هنا ومصلحة اقتصادية. دكتور، هنا. بنظرة استشرافية، إذا ما حصل هذا الصدام المسلح بين التيار الصدري من جهة والفتح ودولة القانون والميليشيا العصائب من جهة أخرى والنجباء وغيرها من الميليشيات، يعني كيف سيكون موقف إيران؟ من ستدعم بالنهاية؟ إيران دائما لا تدعم جهة على حساب أخرى، وإنما إيران تلعب يعني لعبة الذي يحرك الخيوط جميعا، فهي الذي يقدم لها الولاء والجميع يقدمون لها الولاء، هي تتواصل معهم وتمدهم. نعم، هي ربما هذه الجهة أكثر مجاهرة وتصريحا بولائها لغيرها، لكنها إيران لا تقطع الصلة مع أحد، وإنما إيران تعترف بالذي له وجود وتعترف بالجميع، وهي كما قلت قبل قليل هي ستسعى وستعمل، وهي بدأت من الآن، نعم، أنها تضبط الإيقاع بين هؤلاء المتشاكسين، الخصوم المتشاكسين، لكنه في الأخير هو يجمعهم جامع واحد وهو مصالحهم، نعم، ومصالح إيران وعلى حساب الشعب العراقي. دكتور، في ظل هذا الواقع الذي تعيشه المنطقة والذي يرسم بشكل كبير ملامح الحالة العراقية، ما مدى إمكانية التغيير في العراق؟ في أي سبل ستكون؟ لابد أن يكون هنالك كما ذكرنا ذلك منذ سنين طويلة، أن يكون هنالك اجتماع الكلمة لأبناء الشعب العراقي ويفرضون هذه الكلمة على الواقع بتغيير حقيقي وإرادة حقيقية. لذلك جاءت دعوة هيئة علماء المسلمين اليوم إلى القوى المقاطعة للانتخابات إلى أنه تنظم هذا العمل في إطار تنظيمي جبهوي. لابد أنه تنتقل هذه القوى الشعبية والمنظمات الجماهيرية المتعددة، فضلا عن القوى العراقية الوطنية التي ناهضت الاحتلال وناهضت العملية السياسية منذ البداية إلى الآن، لابد أن هنالك تنسيقا عمليا، تنسيقا تنظيميا. التنسيق موجود طبعا مع العديد من هذه الجهات، نعم، ومنذ سنوات هنالك تواصل بينها لتنسيق الجهود والعمل، لكن لابد أن يرتقي هذا التنسيق إلى عمل تنسيق تنظيمي جبهوي، ليكون هنالك بعد ذلك انتقال إلى إلغاء هذه العملية السياسية المفروضة واستبدالها بعملية سياسية وطنية قائمة على أسس صحيحة ومستبعدة لكل هذه الأسباب التي أدت إلى ما أدت إليه من مآسي بحق أبناء الشعب العراقي. عبر سكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.